أكثر من 500,000 سيارة تستهدف مصر تصنيعها وبيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، زيادة تصل إلى 40% من معدلات الإنتاج والمبيعات الحالية، ولكنها وفقا لما طرحه الخبراء خلال مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها المنافسة الضارية مع السيارات المستوردة، إضافة إلى الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات والتي تصل حاليا إلى نحو 2 مليار جنيه تتمثل في 17 شركة فقط، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية أنها عازمة على دعم هذه الصناعة الحيوية. مصر النهارده بتنتج 280 ألف سيارة وتبيعهم، بتنتج عدد أقل إنما بتبيع 280 ألف سيارة. الفرصة إن تصل كما سمعنا كلنا النهارده إلى 500 ألف سيارة في 3 سنوات، وده رقم كبير جدا، معدلات نمو تصل إلى 30 و40%. غير أن ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة السيارات والصناعات المغذية يحتاج برأي الكثيرين إلى سوق قادر على استيعاب هذا الإنتاج، سيما وأن إجمالي إنتاج السيارات الخاصة في مصر خلال العام الحالي لم يتجاوز 180,000 سيارة. حجم الإنتاج ذاته ما بيساعدش الشركات المصنعة اللي هي لحد ما تحدث من الاستثمارات بتاعتها، إن حجم الإنتاج لغاية النهاردة إذا كنا بنقول النهاردة إحنا حجم سوق المصري 280 عربية، نص مستورد ونص محلي، يعني نص المحلي 140,000. زي ما حضرتك ما شفت كده سيادة الوزير اتكلم إن في 17 شركة بتصنع، لو جينا ل 17 شركة هنشوف حجم كل شركة دي. بنبص النهاردة اللي هي الشركات الرائدة بتعمل حوالي 40,000 أو 50,000 عربية. ويؤكد الخبراء أن تطوير صناعة السيارات في مصر بات يحتاج لمزيد من الحوافز الحكومية للمستثمرين ولشركات السيارات العالمية. لازم نطور صناعة المنتج المحلي ولازم نصدر برضه، والكلام ده لازم هيتم بيه انك تعمل حوافز استثماريه للشركات الام اللي هي توافق انها تديك انك تصنع وتوافق انك تصدر من عندك. وتشير التقديرات الى ان اجمالي مبيعات السيارات في مصر بلغت خلال العام الحالي 40 مليار جنيه، وان صناعه السيارات تساهم بنسبه تصل الى 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي. ياسين الجوهري، CNBC عربيه.